قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الأصل الرابع من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. بعد الإيمان بالله وملائكته وكتبه، هذا الأصل الرابع، لازلنا في هذا الكتاب المبارك مع هذا الأصل، وقد انتهينا إلى المبحث السادس، وهو خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ليس كذلك؟ انتهينا من أولو العزم من الرسل. خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحقوقه على أمته، مع بيان أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق. قبل أن نشرع في هذا المبحث، جاءت أسئلة فيما مضى من المباحث في هذا الأصل. سؤال يقول: قال تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، كيف لا نفرق بين الرسل ونحن نفضل بينهم؟ فمنهم أولو العزم من الرسل وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم الخليل هذا فهم ليس بصحيح. الله عز وجل يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. طيب كيف لا نفرق؟ يقول: كيف لا نفرق بين الرسل ونحن نفضل بينهم؟ مفهوم التفريق بين الرسل غير مفهوم التفضيل. الله عز وجل فضل بعض الرسل على بعض كما ورد في كتابه، لكن التفريق يكون بالإيمان ببعض الرسل وعدم الإيمان بالبعض، تولي بعض الرسل وعدم تولي البعض، وهكذا. وهذا الذي ورد في كتاب الله عز وجل، وقرأتم فيما مضى من المباحث التي ذكرت، من الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون إيه؟ نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. فمفهوم التفريق بين الرسل أن يؤمن الإنسان ببعض الرسل ولا يؤمن ببعض، كما سيأتي معنا في كلام اليهود والنصارى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وضحت؟ ليس فيها إشكال. كذلك السؤال الثاني أيضا ليس فيه إشكال، لكنه لعل بعض النقاط أشكلت عليه فجعله يشك فيما عنده. يقول: أليس كل رسول نبي؟ وليس كل نبي رسول، أما هو الأمر في ذلك؟ واضح، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فهو الصحيح فهمك هذا صحيح. السؤال الثاني: عدد الرسل والأنبياء المذكورين في القرآن محدد بهم، ولكن عدد الرسل والأنبياء أكثر من ذلك، فهو أكثر، فهل كل مسلم يعلم بأن عدد الرسل أكثر من 25 نبي؟ فهل يأسم ما لم يعرف بأنهم أكثر من ذلك؟ نقول كما قلنا: هناك إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. بعض الناس لا يعرف العدد أصلا المذكور في القرآن، ولا يعرف أن العدد أكثر أو أقل، لكن هذا إيمان إجمالي، فهو يؤمن بكل الرسل. الذي يعرفه والذي لم يعرفه منهم يقول: كل رسول أرسله الله تبارك وتعالى أو نبي فأنا أؤمن به، وأشهد أنه بلغ وأدى ونصح لأمته وغير ذلك. هذا إيمان إجمالي ينفعه عند الله عز وجل. إذن لا يأسم من لم يعرف بأنهم أكثر من ذلك أو أقل، لأن هذا فيه تفصيل. كثير من الناس لا يعرف كم عدد الأنبياء المذكورين في كتاب الله عز وجل، ومنهم 18 في سورة الأنعام وغير ذلك في بعض الآيات الأخرى وغير ذلك. لا يعرف مثل هذه الأمور، فهو عنده إيمان إجمالي ينفعه عند الله عز وجل. واضح؟ طيب، أولا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لقد خص الله تبارك وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بكثير من الخصائص والمناقب التي فضله بها على غيره من المرسلين وميزه عن سائر العالمين. من هذه الخصائص أولا عموم رسالته لكافة الثقلين من الجن والإنس. هذه هي الخصيصة الأولى التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم
على غيره من المرسلين، وهي أنه أرسل إلى كافة الثقلين من الجن والإنس، فلا يسع أحدا منهم إلا اتباعه والإيمان برسالته. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العالمين الجن والإنس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، هذه على طريقة المصنفون في هذا الكتاب الترتيب والتبويب ونحو ذلك، عموم رسالته، وذكر الأول أدلة أو الأدلة من كتاب الله عز وجل، ثم الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضلت على الأنبياء بست، فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وهذا موطن الشاهد علم عليه، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبي. فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، وهذا معلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجوامع الكلم أنه كان يتكلم بالكلمات البسيطة، عدد قليل من الكلمات فيه من المعاني الكثير والكثير، كنحو قولي لا ضرر ولا ضرار وغير ذلك من الأحاديث التي اشتهرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها من جوامع كلمه ما يعلمه كل مسلم. ونصرت بالرعب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصر بالرعب، يلقي الله تبارك وتعالى الرعب في قلوب أعدائه. وأحلت لي الغنائم، ولم تكن من قبل تحل لهم الغنائم، كانت النار تنزل فتأكل هذه الغنائم كما في الأمم التي سبقت. وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، فإنما حلت بأي مسلم الصلاة فإنه يصلي، يصلي في أي مكان يصلي فيه إلا المواطن التي نهي عن الصلاة فيها، لكن حتى إن لم يجد ماء تطهر ضرب وجه الأرض بيده وصلى. وأرسلت إلى الخلق كافة، وهذا موطن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الخلق كافة. وفي رواية البخاري: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذه الرواية التي ذكرها رواية مسلم. وفي رواية البخاري: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وآخر هذه الست التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: وختم بي النبي. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده، صلى الله على نبينا محمد، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لتنسخ كل الشرائع التي كانت قبله، ولا يحق لأحد أن يتعبد لله عز وجل إلا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الطريق للجنة، وضحه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مسألة عموم رسالته لكافة الثقلين من الجن والإنس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قرأت في كتاب الله تبارك وتعالى ما ذكره مصنفونها هنا من قوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس. ومعلوم أن الثقلين الجن والإنس، وأنت تقرأ في كتاب الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى في القرآن الله تبارك وتعالى يخاطب الجن والإنس، يقول: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. انتبه، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الذي أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، الآيات التي في سورة الأنعام. وأخبر عن الجن أنهم قالوا: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، يعني الجائرون. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. رجعوا إلى قومهم منذرونهم، لأنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، فرجعوا إلى قومهم يدعوهم إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قام الجن على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتلبدون بعضهم فوق بعض، يجتمعون على النبي صلى الله عليه وسلم ليستمعوا إلى القرآن.
لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب على الإنسان أن يعلم. هذا ليس عندك، اسمع معه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يجب على الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن، وأوجب عليهم الإيمان به وطاعته، وأن كل من قامت عليه الحجة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من الإنس والجن فلم يؤمن به، استحق عقاب الله، كما يستحق أمثاله من الكافرين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قالوا: هذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وسائر طوائف المسلمين من أهل السنة. يعني هذا شيء ليس يختلف فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عامة وكافة الثقلين من الجن والإنس. هذه هي الخصيصة الأولى التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من المرسلين. الثانية: أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، كما دلت على ذلك النصوص. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا، فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية. موضع لبنة واحد، حجر واحد في هذا البناء الذي بناه الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية. فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ يعني يقولون حتى يتم هذا البناء وتكون هذا ويكون هذا الصرح الكبير الجميل، هل وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله على نبينا محمد. ولهذه النصوص أجمعت الأمة، انظر أيضا هذه مسألة إجماع ليس يختلف فيها أحد، أجمعت الأمة سلفا وخلفا على هذه العقيدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي بعده، كما أخبر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وكما أخبر الله أو قال الله عز وجل في كتابه كما قد سمعت. كما أجمعت على تكفير من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم ووجوب قتل مدعيها إن أصر على ذلك، إلى آخر ما قال. طيب، أنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: كانت بنو إسرائيل تسوسهم، الأنبياء، كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. يعني هؤلاء الذين يأتون بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء له ويكثرون، هؤلاء الخلفاء سيكثرون. طيب، هل خروج عيسى أو نزول عيسى في آخر الزمان معناه أن هناك نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. لماذا؟ لأنه ينزل فيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كحاكم وتابع من تابع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يكسر الصليب ويضع الجزية وإلى غير ذلك مما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه أول ما ينزل يترك المهدي يصلي بالإيه؟ بالمسلمين أولا، ثم بعد ذلك يتسلم هو القيادة صلى الله عليه وعلى نبينا، فيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نزول عيسى في آخر الزمان ليس معناه أنه هناك نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثالث هذه الخصائص: أن الله أيده بأعظم معجزة وأظهر آية، وهو القرآن العظيم، كلام الله المحفوظ من التغيير والتبديل الباقي في الأمة إلى أن يأذن الله برفعه. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمعت الإنس والجن جميعا، وإذن هذا التحدي واقع، وهؤلاء كانوا يريدون أن يأتوا مثل هذا القرآن حتى يبطلوا
القرآن ويبطلوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يريدون ذلك. فالدعوة قائمة، والدواعي أيضا من هؤلاء المعاندين المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم قائمة، ومع ذلك لم يستطيعوا ولا بحرف من القرآن أن يأتوا بمثله. وقال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وفي الحديث أو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. انظر، يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه. وسيأتي إن شاء الله معنا أن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كثرة الصلاة والسلام عليه، والبخيل من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده فلم يصلي عليه. وكل هذا سيأتيك وستعلمه وأنت تعلمه، فلا يفوتنك هذا الثواب ولا تكن بخيلا. صلى الله على نبينا محمد. ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات، شوف انتبه، إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. لما كان السحر منتشرا في زمن موسى عليه السلام، جاءهم موسى بآية من 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 نوع أو شكل مثل الآيات التي يخرجون بها، ولكن ليست سحرا. فلما جاء السحرة عرفوا أن هذا ليس سحر، مش كده؟ تعرفون القصة. فخر السحرة سجدا في التو واللحظة. لماذا؟ لأنهم عرفوا أن هذا ليس سحرا. مسألة أنه ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين تلقف ما يأفكون، فوقع الحق في التو، وقع الحق، بطل ما كانوا يعملون، وغلبوا وانقلبوا صاغرين. غلب فرعون ومن معه وآمن السحرة. وكانت هذه آيات عظيمة، لكن هذه آيات حسية. عيسى عليه السلام انتشر في زمانه الطب ونحو ذلك، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، آية لقومه حتى يعلموا أنها ليست من جنس ما يفعلون. أما آية النبي صلى الله عليه وسلم فشاء الله أن تكون معجزة خالدة إلى قيام الساعة. الله عز وجل يقول: إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين. ظلت أعناقهم لها خاضعين، يعني انظر، فظلت أعناقهم لها خاضعين، يعني ملوية منحنية تذهل لها القلوب والجوارح معا. لو شاء الله عز وجل لكان هذا، ولكن شاء الله تبارك وتعالى أن تكون معجزة خالدة إلى يوم الدين، وهو القرآن، قرآن يتلى من عند الله عز وجل، معجز في نظمه ولفظه وغير ذلك، كما مر معك في إعجاز القرآن، وليست آية حسية تخضع لها الأعناق حينما يروها، يراها الناس يؤمنوا جميعا. هذه الآيات الحسية إذا رأها الناس يؤمنوا، لكن شاء الله تبارك وتعالى أن تستمر هذه الآيات، لأن هذه الآيات الحسية تكون في زمن الأنبياء، في زمن النبي، يؤيد بها النبي لإقامة الحجة على قومه ثم تنقطع. أما القرآن فهو حجة قائمة على العباد جميعا إلى أن يرفع القرآن. ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهو كذلك إن شاء الله يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد، وهو أكثر الناس تبعا يوم القيامة. رابعا، أن أمته خير الأمم وأكثر أهل الجنة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وعن معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالحمد لله على انتسابنا إلى هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، خير أمة أخرجت للناس. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتوفانا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم متمسكين بها عاضين عليه. في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، في قبة، وفي رواية: أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بمنى إلى قبة من أدم. إذن في الرواية الأخرى يبين أن هذا كان في منى،
أن هذا كان في منى، وقد أسند النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى هذه القبة، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. وفي رواية: فكبرنا. شوف الصحابة رضي الله عنهم فرحوا بهذا التكبير، هذا يعني تعبير عن فرح الصحابة بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا نعم. وفي رواية مسلم: فكبرنا. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ والثلث أكبر من الربع. فكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فضل من الله عز وجل. قلنا نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ يا الله، انظر، أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، صلى الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. وما أنتم في أهل الشرك إلا، شوف تصوير النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، وما أنتم في أهل الشرك حتى لا يشكل. يقول أنت إذا نظرت إلى أهل الشرك حتى في زماننا وحتى في الأزمنة السالفة، تقول إحنا قد إيه أصلا من أهل الشرك، أو قد إيه من الأمم التي سبقتنا من أمة موسى وأمة عيسى وأمة إلى سائر ما ذكر الله عز وجل من الأنبياء والمرسلين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، ثور شعره كله أسود، والمسلمون يمثلون كمثل هذه الشعرة البيضاء في هذا الثور الأسود الذي كله أسود، فيه شعرة واحدة بيضاء أو العكس، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. إذن المسلمون قلة بالنسبة لأهل الشرك. هذه رابع هذه الخصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا: أنه سيد ولد آدم يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع، صلى الله على نبينا محمد. يقول هذا بلاغا لأمته، فقد أخبره الله تبارك وتعالى بهذا وأخبر بهذا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. في بعض الروايات: ولا فخر، يعني لا أقول هذا فخرا، وإنما أقول على سبيل البلاغ، أبلغكم أن نبيكم هو سيد ولد آدم، صلى الله على نبينا محمد. سادسا: أنه صاحب الشفاعة العظمى، وذلك عندما يشفع لأهل الموقف في أن يقضي بينهم ربهم بعد أن يتدافعها أفضل الرسل، وهي المقام المحمود المذكور في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد فسر المقام المحمود بالشفاعة جمع من الصحابة والتابعين، منهم حذيفة وسليمان وسلمان وأنس وأبو هريرة وابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: كان أهل العلم يرون المقام المحمود هو شفاعته يوم القيامة، وقد دلت السنة كذلك على شفاعته، كما ورد في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اعتذار آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم قبول الشفاعة، يعني قبول النبي صلى الله عليه وسلم للشفاعة، وكلهم يقول: لست هناك، إلى أن قال: فيأتونني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي: ارفع محمد صلى الله عليه وسلم، قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها. انظر، ينسب الفضل إلى الله تبارك وتعالى، يقول: فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع. أول ما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أمتي أمتي. هذا المقام المحمود والشفاعة العظمى، سمي بالمقام المحمود لأنه المقام الذي يحمده عليه جميع الخلائق بعد أن يصهر الناس من الحر وتدنو الشمس من الرؤوس وغير ذلك. يذهب عقلاء الناس في أرض المحشر يقولون: هيا بنا ننطلق إلى الأنبياء فأشفعوا لنا، فيذهبون إلى آدم فيقول: لست هناكم، لست هناكم، أو لست هناك، يعني لست أنا يعني بهذه المنزلة، ولكن اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح فيقول ما قالت آدم، كلهم يعتذر يقول: لست هناكم، حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الموقف، موقف صعب، موقف عصيب، يتمنى أهل الموقف أن يذهبوا ولو إلى النار من شدة ما بهم من كرب وضيق وغير ذلك، يتمنون أن يذهب بهم ولو إلى النار.
شوف الموقف، فيذهبوا إلى الأنبياء ليشفعوا لهم عند الله ليأتي الله تبارك وتعالى لفصل القضاء بينهم. يشفعون، يذهبون إلى الأنبياء حتى يشفعون عند الله عز وجل، حتى يأتي الله تبارك وتعالى لفصل القضاء بينهم والحكم بينهم. فتدفعها كل الرسل حتى تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، أنا لها، فيستأذن على الله عز وجل. الحديث الذي قرأتم يؤذن له ويفتح عليه بمحامد، يقول لا أحسنها الآن، علمنيها ربي سبحانه وتعالى، محامد يفتح الله عز وجل عليه بها. ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فالله تبارك وتعالى هو الذي يرشده إلى الشفاعة ويقول له اشفع تشفع واشفع تشفع. فأول ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ربي أمتي أمتي. هذا هو موقف الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي يحمده عليه جميع الخلائق. السابع أنه صاحب لواء الحمد. أنا مسرع ومع ذلك ماشيين ببطء، مسرع كمان ولا ماشي كده ولا طيب المسائل يسيرة إن شاء الله، بس حاول تتابع معي شوية. سابعا أنه صاحب لواء الحمد، وهو لواء حقيقي. طب لماذا قال لواء حقيقي؟ حتى لا يتوهم أحد أنه مجاز. هو لواء حقيقي، لواء على الحقيقة. أنا صاحب لواء الحمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا نصرفه إلى المجاز؟ يقولون هو عبارة عن كذا أو عبارة عن كذا. لا، هو قال هذا، إذن هذا على حقيقته، أنه صاحب لواء الحمد وهو لواء حقيقي يختص بحمله يوم القيامة. من الذي يحمل هذا اللواء؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون الناس تبعا له وتحت رايته، واختص به أو اختص به لأنه حمد الله بمحامد لم يحمده بها غيره صلى الله عليه وسلم. وقد دلت السنة على ذلك، قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وبيدي لواء الحمد. دايما موطن الشاهد علم عليه حتى لا يفوته، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، يعني لا يقول هذا فخرا وإنما يقوله على سبيل البلاغ كما قلنا. وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه، يعني كل الأنبياء من أول آدم صلى الله عليه وعلى نبينا إلا تحت لوائه، كلهم تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. لذا قال بعض أهل العلم لا مقام من مقامات عباد الله الصالحين، لا مقام من مقامات عباد الله الصالحين أرفع وأعلى من مقام الحمد، لا مقام من مقامات عباد الله الصالحين أرفع وأعلى من مقام الحمد، ودونه تنتهي سائر المقامات، ودونه تنتهي سائر المقامات. ولما كان نبينا صلى الله عليه وسلم ولما كان نبينا سيد المرسلين أحمد الخلائق في الدنيا والآخرة أعطي لواء الحمد ليأوي إلى لوائه الأولون والآخرون، ليأوي إلى لوائه الأولون والآخرون. وإليه الإشارة بقوله آدم ومن دونه أو فمن سواه تحت لوائي. فهمت هذا؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحمد الخلق لله تبارك وتعالى وقد وصل إلى هذا المقام الذي تنتهي دونه سائر المقامات، كان هو صاحب لواء الحمد يوم القيامة، يأوي إلى لوائه كل الأولون، كل الأولين والآخرين من لدن آدم إلى من سواه. ثامنا أنه صاحب الوسيلة. قالوا والوسيلة هي درجة عالية في الجنة لا تكون إلا لعبد واحد، وهي أعلى درجات الجنة. ثم ذكر الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. شوف انظر، لأن من سأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة فهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف قدره، يريد
للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتبوأ هذه المنزلة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله عز وجل. فهذا دليل على حب هذا الداعي لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صاحب هذه المنزلة، وبهذا نال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. إلى غير ذلك من خصائصه ومناقبه صلى الله عليه وسلم الدالة على علو درجته عند ربه وسمو مكانته في الدنيا والآخرة، وهي كثيرة جدا كما سأتي معك في الإسراء والمعراج وغير ذلك، وهذا مبحث خاص ذكروا فيه الإسراء والمعراج وسيأتي إن شاء الله. ثانيا، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كثير، وقد تقدم ذكر بعضها فيما يجب على الأمة من حقوق عامة تجاه الرسل قاطبة. أول هذه الحقوق الإيمان المفصل بنبوته ورسالته واعتقاد نسخ رسالته لجميع الرسالات السابقة، ومقتضى ذلك تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذه هي أول هذه الحقوق، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته: الإيمان المفصل بنبوته ورسالته واعتقاد نسخ رسالته لجميع الرسالات لذا قال في الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قد مر معك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لكافة الثقلين من الإنس والجن، واضح؟ لماذا؟ لأن الجماعة من اليهود والنصارى لا يعتقدون أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الرسالات السابقة، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب ولم يرسل إلى كافة الثقلين، وأن شريعته ليست ناسخ، يقولون في مسألة عموم رسالته لكافة الثقلين، يقولون: إن كان دينه حق فديننا حق، إن كان دين النبي صلى الله عليه وسلم حق فديننا حق، والطرق إلى الله تبارك وتعالى كثيرة ومتنوعة، فلا يؤمنون بعموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمنون بنسخ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الرسالات السابقة. والرد عليه من وجوه كثيرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب في القرآن لكافة الثقلين كما جاء في كتاب الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والله عز وجل في كتابه يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن من أبى منهم أن يدخل في الإسلام أو يعطي الجزية قاتله النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل الرسائل والبعوث. إذن طائفة من اليهود والنصارى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى كافة الناس وإنما أرسل إلى العرب. الرد عليهم كثير جدا. الله عز وجل في كتابه يقول: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا الذين كفروا من أهل من المشركين، يقولون لهم: سيبعث نبي آخر الزمان، لأن عيسى بشر به ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فقالوا: سيبعث نبي آخر الزمان نقتلكم أنتم معه قتل عاد وإرم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بهت هؤلاء، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أو من قريش من هؤلاء كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا
كفروا به، سبحان الله. فهؤلاء قوم بهت كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعرفونه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وانظر في القصة، قصة حيي بن أخطب، قال أهو هو؟ قال نعم. قال فما العمل؟ كيف؟ ماذا سنفعل؟ قال عدوته. شوف سبحان الله، قلوب طمس عليها هذه القلوب، عدوته والله ما بقيت، وقد عرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. إذن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الإيمان المفصل بنبوته ورسالته، واعتقاد نسخ رسالته لجميع الرسالات السابقة، اعتقاد نسخ رسالته لجميع الرسالات السابقة، وهذا شيء مجمع عليه، نسخ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الرسالات السابقة. ثانيا، وجوب الإيمان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، ونحن نشهد بهذا أنه صلى الله عليه وسلم بلغ وأدى ونصح وما قصر، فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، فما من خير إلا ودل الأمة عليه ورغبها فيه، وما من شر إلا ونهى الأمة عنه وحذرها منه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويم الله، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. وقد شهد للنبي بالبلاغ أصحابه في أكبر مجمع لهم يوم أن خطبهم في حجة الوداع خطبته البليغة، فبين لهم ما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم، وأوصاهم بكتاب الله، إلى أن قال لهم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء، يعني يرفع إلى السماء، يشير إلى السماء وينكتها إلى الأرض: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. يشهد الله تبارك وتعالى على شهادة أصحابه له بأنه بلغ وأدى ونصح. وقال أبو ذر: لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما، إلا أذكرنا منه علما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين كل شيء لأصحابه. تعرف الحديث الطويل، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم صعد المنبر فظل يخطبهم إلى الظهر، ثم صعد المنبر فظل يخطبهم إلى العصر، ثم إلى أن غربت الشمس. شوف، حفظ من حفظ وضيع من ضيع، أو نسي من نسي، كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن لهم كل شيء منذ أن خلق الله عز وجل الخلق إلى قيام الساعة كان فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، فديناه بآبائنا وأمهاتنا، يبين لهم كل شيء، يبين لهم الطريق التي توصل إلى الله عز وجل، ويبين لهم من خير الدنيا والآخرة ما يصلح به أمر معاشهم ومعادهم، ويحذرهم من كل شر أن يقعوا فيه. لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما. والأثار في هذا كثيرة عن السلف رحمهم الله. ثالثا، محبته صلى الله عليه وسلم وتقديم محبته على النفس وسائر الخلق. والمحبة وإن كانت واجبة لعموم الأنبياء والرسل، إلا أن نبينا لنبينا صلى الله عليه وسلم مزيد اختصاص بها، ولذا وجب أن تكون محبته مقدمة على محبة الناس كلهم من الأنبياء والآباء، من الأبناء والآباء وسائر الأقارب، بل مقدمة على محبة المرء لنفسه. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. انظر إلى كل هذه الأصناف، أصناف وأنواع من المحاب التي تتعلق قلوب العباد بها: آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، إن كانت كل هذه أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول العلماء: انظر كيف توعدهم، فقال فتربصوا، وفسقهم في ختام الآية، فسق من وقع في مثل هذا أن قدم هذه المحاب على محبة الله ورسوله. وانظر كيف قرن الله تبارك وتعالى بين محبته سبحانه وتعالى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه دلائل وإشارات على تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل محبة، وأنه صلى الله عليه وسلم يحب أكثر من نفسك التي بين جنبيه. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
وعن عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده، لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن عرفت يا عمر. هذا هو الطريق الصحيح للإيمان: لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله. قال الله تبارك وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالتعزير والتوقير لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. والتسبيح بكرة وأصيلا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تعزروا النبي صلى الله عليه وسلم وتوقروه. قال ابن عباس: تعزروه تجلوه. وقال قتادة: تعزروه تنصروه. قال ابن عباس: توقروه تعظموه. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال مجاهد: أمرهم أن يدعوه يا رسول الله في لين وتواضع يا رسول الله. شوف الصحابة كانوا يفعلوا هذا. شوف معاذ رضي الله عنه وأنت تسمع هذه الكلمة، يعني وكأنها تخترق القلب، والله اختراق. يقول: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا نبي الله. والله تسمع هذه الكلمة وتنظر إلى أدب الصحابة رضي الله عنهم. كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي الدرداء وأبي هريرة يقول: أوصاني خليلي. شوف تأدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف كانوا يعزروه ويوقروه، كيف كان حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمعتم، اقرأ معي، يقول: وقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثال في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أسامة بن شريك: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير. كأنما، شوف، إنسان على رأسه طير، والطير ده طالما واقف على رأسه إذن هو لا يتحرك. كأنما، هذا مثل يضرب على أن الإنسان صامت لا يتحرك، هكذا كالجزع. لماذا؟ من توقير النبي صلى الله عليه وسلم، وإعظام النبي وإعظام ومعرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم. وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واجب بعد موته كتعظيمه في حياته. قال القاضي عياض: واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته صلى الله على نبينا محمد، ومعاملة آله وعترته، وتعظيم أهل بيته وصحابته. كان الرجل من العلماء كمالك وغيره إذا خرج يحدث الناس يخرج على أحسن هيئة، ولا يخرج إلا بعد أن يغتسل ويلبس أبيض الثياب وغير ذلك. وكانوا إذا يعني سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كأن على رؤوسهم الطير من شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعظيمه. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو. وأنت تقرأ في السير أن أبا بكر رضي الله عنه لما صعد المنبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر عام الأول وهو يقول كذا وكذا، فتخنقه العبرة فما يستطيع أن يكمل، ويبكي بكاء شديدا لأنه يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام على هذا المنبر في عام الأول وهو يقول، ثم تخنقه العبرة، ما يستطيع أن يتجاوز هذه الكلمات البسيطة لتذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. وبلال ثم مضى في خطبته لا يفهم ما يقول، يقول الراوي ثم مضى في خطبته لا يفهم منه الكلام من شدة بكائه لتذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ويصعد بلال رضي الله عنه في بعض المرات حتى يؤذن فيبكي بكاء شديدا، لأنه كان يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويمتنع عن الأذان بعد النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدره. تعرف هذا من شهادة هذا الرجل عروة بن مسعود الثقفي لما جاء يحاور النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا قوم لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمدا. شوف عجب، والله عجب، وكهذه واحدة، والواحدة من هذه كانت تكفي. يقول: ما إن يتنخم النخامة
النخامة يعني البزاق الذي يكون من 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 الداخل، هذه النخامة التي يلفظها ما إن تنخم نخامة فتقع في يد أحدهم يعني يتسابقون عليها إلا دلك بها وجهه وما استطاع من جسده. والله هذا امتحان، هذه النخامة التي كانت تقع من النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرونها، وإذا وقعت في يد الرجل منهم مسح بها وجهه وما استطاع من جسده، لأنها بركة. وما إن يتوضأ حتى يقتتلون على وضوئه، وما يحد أحدهم النظر إليه إجلالا له بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما قال من أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شهادة عروة بن مسعود الثقفي لما حضر وجلس وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حوله ورأى هذا، يعني اندهش الرجل تعجب كيف هذا، هذه أحوال ومقامات عجيبة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم. خامسا الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذلك كما أمر الله بذلك، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على نبينا محمد. قال المبرد أصل الصلاة الترحم، فهي من الله رحمة ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من الله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه رضي الله عنه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام وإن كانت مشروعة في حق الأنبياء كلهم كما تقدم فهي متأكدة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم حقوقه على أمته، وهي واجبة علينا، وهي واجبة عليهم يعني أن تصلي وتسلم على الأنبياء. ولذا ذكرناها هنا من جملة حقوقه الخاصة على أمته، وقد صرح العلماء بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك. قال القاضي عياض اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الجملة غير محدد بوقت لأمر الله تعالى بالصلاة عليه، وحمله الأئمة والعلماء على الوجوب وأجمعوا عليه. سادسا الإقرار له بما ثبت في حقه من المناقب الجليلة والخصائص السامية والدرجات العالية الرفيعة. سابعا تجنب الغلو فيه والحذر منه، يعني الحذر من هذا الغلو والحذر من ذلك، فإن في ذلك أعظم الأذية له صلى الله عليه وسلم. قال تعالى آمرا نبيه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلى آخر الآيات. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من إطرائه ومجاوزة الحد في مدحه، فقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني، والإطراء المبالغة في المدح، كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وفي الحديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم راجعه في بعض الكلام فقال ما شاء الله وشئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، قل بل ما شاء الله وحده. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه وإنزاله فوق منزلته. وتعلمون حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه، فجعل الرجل ترعد فرائسه من خشية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن صور الغلو فيه التي تحدد الشرك التوجه له بالدعاء، وهذا لا يجوز أن يقال يا رسول الله افعل لي كذا وكذا. ومن صور الغلو الذبح له والنذر له أو الطواف بقبره أو نحو ذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه أمور لا تصرف إلا إلى الله، لا تصرف حتى للنبي صلى الله عليه وسلم مع مكانته، ونحن نعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثامنا وعندها نقف من حقوقه محبة أصحابه وأهل بيته وأزواجه وموالاتهم جميعا، وهذه هي الآخرة ونقف عندها إن شاء الله نكملها في المرة القادمة، ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.